دكتور محمد، انا الحمل اللي فات كان البيبي جاي من المقعده، فاضطريت ان انا اولد قيصريه، هل في اي فرصه او في امل ان انا في الحمل ده او للطبيعي؟ ده سؤال متكرر بنساله كل يوم في العياده. لو كانت الولاده الاولانيه قيصريه بسبب وجود مشاكل في الحمل او بسبب ان البيبي جاي بالمقعده، مفيش اي مشكله خالص ان احنا ندي حضرتك فرصه ان احنا نولد ولاده طبيعيه الحمل اللي بعد كده بشروط معينه بيحددها الطبيب المختص في الشهر التاسع. تابعونا للاجابه عن استفساراتكم واسئلتكم في الحلقات القادمه ان شاء الله.